هلا والله، حياكم. راح نكمل اليوم مشوارنا في دارك سولز 3. اخر مره كنا قاعد نستكشف ريثل دنجن، وصلنا الى تقريبا الطابق السفلي. والله كم واحده، واحد اثنين ثلاثه مسببوا لي مشكله هذيلي. الهروب الى الوراء، خلينا نشوف شنو فيه هنا. اول انا بس ابي بون فاير و نان وات شنو هذيلي سولجرز ميتين شكلهم. بس ذا وشو شكله، عنده قرون وجسمه شوي مختلف. دراجون تورسو ستون، عجيب. دراجون تورسو ستون وين؟ وش ذي؟ خاتم ايتم؟ اتوقع ايتم من هنا. دراجون تورسو ستون جين دراجون ان رور لايك ا دراجون ستون امبيود وذ ذا باور اوف ذا ايفر لاستنج دراجونز يوزد از ا سيكريت رايت باي دراجون وورشيبرز. Gain the torso of a dragon and a dragon's roar transformation that is irreversible until death from ancient time. اوكي، هذه كانت موجودة بالأجزاء اللي قبل، على الأقل موجودة بالجزء الأول، ما أدري بالجزء الثاني إذا كانت موجودة ولا لا. اللي هو تجمع زي قطع معينة وبعدين صرت تتحول شكلك لدراجون، كان كوفننت حق دراجونز. هذا حسه مختصر. اي يصعد، اذا يصعد معناها مختصر. اوكي، في ايتم هنا دقيقة. لايتنج بليد. اوف، هنا. اوكي. في زين شيء نسحبة شيء. ما في، كنا نكبر روحنا. برا، اوكي. قلت مو معقولة. انا من الاشياء اللي كنت قاعد انسى اسويها ان نقرا الديسكربشن حق حتى السبيلز، لان السبيلز فيهم لور بعد. فاقول لك مثلا ميركل allegedly wielded by a certain dragon slayer knight in the age of the gods reinforces the right weapon with lightning. Tales of dragon slayers are now rare, told only in the fragments of worship. اوكي، يعني هذا ما كان فيها واجد، بس في اي شوف مثلا هذه درينك ذير ايموشن، ان حتى السبيلز فيهم لور. كنت ما كنت اقرا على الفيديوهات. طيب اوكي، وين احنا بالضبط الحين؟ اوه اوكي، فتحنا المختصر. حلو حلو، تمام بيرفكت بيرفكت. مرة واحدة دام احنا فوق نشوف البيبان اللي ما قدرنا نفتحها. كانت واحد هنا، وين كانت؟ كانت كلها هالجهة إذا ما كنت غلطان. البيبان كان في باب تحت من هنا، كان فيها ايتم. ايوه، اللي هو هذا. هذا المفروض يفتح لك. لا، بعده هالجهة. انزين، لا قريبة. طيب، في كان في باب بداية اللعبة، بداية اللعبة، بداية المنطقة هذه، بداية الدنجن، بداية السجن. سجن الفتحة، هذه الفتحة. This. ها! السالفة؟ كل مرة اخذ مفتاح بكذا ارجع لنفس المكان. اوه، برجع لنفس المكان.
بس هو تقريبا هذا البابين اللي كانوا مقفلين ولا ما اذكر كان في باب ثالث، كان في المختصر لو فتحناه اوريدي الحين، بس ما يمنع ان نتأكد. بس المختصر هذا يفتح فك أزمة، لأن صارت الحين البونفاير اللي فوق نسبيا قريبة. بس توقعت والله هذا الجاينت اللي كان من الحلقة الماضية انه اول ما توصل نقطة معينة انه يفز يعني، بس ما سوى شيء. هذا المقفول. يب ستيل لوكت. نروح الجهة الثانية. ما كان في باب مقفول هنا. لان كسرنا الجدر، ما ادري مو الجدر شو اسمه ذا، كسرنا المزهرية ولا ورابر شو اسمها قدامه، قام مع ان مشينا قدامه يمكن 3 4 مرات ولا حس ولا قال شيء. في هذاك المسالم، هذا المختصر، هذه الغرفة اللي خدنا فيها أول مفتاح ما له داعي، صار الحين عندنا مفتاحين ما لهم داعي. طيب والله لو معبي الاستس، بس يلا ما عليه، خلنا نشوف. افتح هذا المختصر الحين. DLC طبعا حق اللعبة بينزل قريب، بس ما ادري اذا بنشوف اذا طولت زيادة، لان هذه اول اتمت لي، اول تجربة لي مع اني اسجل فيديوهات جيم بلاي مع يوتيوب. ف احس ان طبيت في الغويص من البداية، كان المفروض انا اخذ لعبة اقصر نجرب. بس بيسحبها لها الغرفة close range. واحدة وما ابغاها تسوي الحركة حقتها اللي يطير البار حق الاتش بي حقي. انا هنا أربعة كانوا من ثلاثة. أيوة شفت، شوف الشفت، يخرب بيتهم. تعال تعال. أوه مسج واز ريتد. طيب خلص عندي نوع من الأسهم. ايش سالفتها؟ تعالي. طيب اذا ما الين ما تجين ببدأ بوضع الازر فيك. يلا هذه واحدة. افا وال قلبة ماتريكس هذه. يلا تعالي، هذه بتجي هذه جاية، هذه جاية. جيرلز سجانة، طلعت سجانة. وين جيرلز بوب؟ جيلرز روب وورن باي جيلرز اوف ايرثل دنجن اوريجينالي ريتشل ويستك فورمال وير
The jailers were among the few survivors inhabiting the profane capital. اه طلعوا يعني السجانين جايين من البروفين كابيتال. يعني هو اسمه ايريثيل دانجن، بس ايريثيل دانجن عدل، ايه كله خربط فيها. هو اسمه ايريثيل دانجن بس شوف السجانين من بروفين كابيتال. ليتر سيرفينج اندر اوكي بعدين صاروا يخدمون بونتيف سوليفان. perhaps the screams emanating from the cells helped them forget their old home. بعد اوف كم واحدة يعني ستة للحين؟ again اي مسج هذه؟ طيب نسحب بعد واحدة. ستة ستة خلاص يا بعه. هي كم أمبر؟ دام إذا كسرتين مكان كبير مفتوح خاف إنه نكبات نكبات. أيتم شو الصوت شو الصوت؟ آه في سجانة ثانية بعد ولا يب هذه. اوه في واحدة داخل صح؟ واحدة ولا واحد؟ يب وحي زفت ال يا قاعد يتحرك وشكله شكله ولا شكلها يعني انا اي توقعت ان افترضت ان واحدة لان صاير اللبس كان لبس السحرة ساحرة يعني بس احتمال واحد. اهلا من وين عنك؟ لا 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 نسيت اشيلها. هذا كوفننت انك تدافع عن تدافع عن السوامب. نسيت اشيلها. طيب invaded the world of فلان فلان وين انزين؟ يلا شوية بي في بي في الفيديو. هذا هو؟ لا لا هذا هذا الـ NPC. اوكي يلا احسن. Returning to your world شكله فصل ولا شيء. بعد نسيت اشيلها ونسيت احط الجوال على السايلنت. مشكله والله صاير. طيب خلينا نشيلها بس لا تقعد تزعجنا. انفنتوري لا لا في الكوب. هذه سامبرو لا احد ما حد يزعجك ولا تزعج احد. طيب توقعت كلهم مفتوحين على بعض لكن للاسف نو تريجر اهيد. اي بس غرفة كذا غريبة. هذه الجهة الثانية مفتوحة الجهة الثانية. دقيقة قبل ما نكمل نستكشف كل الغرف. لا الحين ما استخدمنا ال ما في نكمة من فوق. ايش؟
اشز ايتم جديده بيوري اوف انمي وجع الانبليس طيب هذا ميمك لانه ميمك صح يا ميمك خل اول شيء اتاكد انه ما في اوكي في غرفة غرفة كبيرة لا بأس طيب جلنا وي ديل وذ ذا ميمك اوف حلو الطقه حلو الطقه رهيبه عايش جو كونغ فو الممك فاتنايت سكيل لا رهيب جاك حلوه حلوه وللحين ما شفنا بون فاير نتأمل يكون في بون فاير هنا ما لنا مكان مفتوح وكبير قاعد اشوف توني اقول قاعد اسمع حركة على يساري طيب انت هاجمني انت طيب بس ذاك اللي فوق هو اللي كان ما يهاجم الظاهر لانه ما كان ماسك سلاح بروفيند كول اوكي هذا حق انري ما ادري مو انري اندري انت بتهاجم والله بيهاجم حتى مع انه ما عنده سلاح بعد بس اللي فوق يعني هو اللي كان مسالم طيب انتهينا من هذه احنا جينا من هنا هذا هنا الاخ مختصر ف يا استكشفنا الدنجن كله يعتبر ما عدا العملاق ما نزلنا تحت لان يوم كنا نمشي العملاق تحت بين رجوله كان مكان تقدر تروح له لان كان حول رجوله فيران فمعناها ان منطقه تقدر تروح لها احتمال بعد اروح لها يعني والله قاعد ننزل زياده يعني وللحين ما حصلنا بون فاير نبي بون فاير يا جماعه الخير مكان مفتوح غريب دقيقه بروفيند كابيتال اوكي اذا حصلنا بون فاير هنا اسلم وش ذا لا لعن ام الغباء لعن ام الغباء واو اوكي 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 تحشيش على ودنه طيب خلينا نجرب مرة ثانية بس المرة بدون هبل اوكي تعال تعال اسمع اسمع يكسر كبارات والله العظيم لا الطيحة ضيعت وقت على كل ساعة طيب انا كان توقعي انه هنا راح يكون في بون فاير بس طلع اتوقع اغلى من بيع السوق هذه في بون فاير هنا بس طبعا كالعادة لعانة
ليش يعني ديسند وبعدين في درج؟ لا ما في درج، من وين اجيها؟ زي بالله عليك لا في درج هناك ما شفته، بس شم ريحة نكبة هنا ما ادري ليش، بس كذا درج ودرج. شلون طيح لها ذي ولا بطريقة معينة؟ المهم شغل البون فاير، صار البون فاير اثنينهم الحين بعيدين، واحد ما ابي ارجع لل شنو هذا ستريتش اوت اندد بون شارب. اوكي نرجع للدنجن لأن ما استكشفناه بالكامل، في بعد الجهة الثانية من هالطريق قبل ما أروح تحت يعني بدأ منا يعني. هذه الحين بروفينت كابيتال تعتبر منطقة جديدة، فنخلص أول هنا. ما بينط علينا شيء بعد صار بقى يعني معقولة كذا مساحة هالكبرى. اوكي اعطوني كل مساحة انك تعرف فيها القرقة اللي بالمساعة، بس يا والدجة اللي صارت كان. هنا ال فيران، كمية الفيران هنا جاينت دايم. نقدر ننزل قاعد اسمع صوت ثاني غير الجاينت. لا غلط بنزل. يا كثر الممكس هنا، يا كثر الممكس. حركة ها طيب ممك عادي مو زي ذاك. ايوه اعطانا الكنكفو. أروز إيش دعوة؟ طيب اوكي هنا موت ما حتى مشكله. يب في طريق هنا افا. طيب
Profaned Flame spell. Large Titanite Shard. الله إذا الجاينت بيظل كذا أحسن. هذول اللي هم نهاية ولا؟ أتوقع دام إنهم قاعد يعطوني سولز و... و... ها معقولة ما لهم نهاية؟ بيظلون يجون؟ باقي بس هالفتحة. لا والله قاعد يظلون يجون. طيب خلينا نضيع وقت زيادة نشوف هالمكان وين. في لا لا دقيقة دقيقة وين معنا. خلنا نروح نشوف هالمكان وين بالضبط. في منصة هنا قاعد اطالع الجهتين احاول اشوف اذا في ايتم ولا شيء. اوكي هذه ون فاير ومشغله. هذه البدايه. اوف يخرب بيت المختصر. هذا المختصر ولا بلاش. اوكي هذا المختصر ولا بلاش. طيب خلينا نشوف تحت. باقي تقريبا شو ذا نايم ولا جثه في. انا بيشوف هذاك الباب اذا ينفتح ولا لا. ولا ذاها شباكها مو باب. انا بهالفار. طيب هم اتوقع يعني قاعد يعطونا كذا فيران اندلس علشان انك بالغلط تضرب الجاينت ويقوم الدبج بس. لا قام 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 ايش بيسوي؟ بتضرب شيء. برجع ينام. اوكي راضي استأكد انه ما في شيء هنا. في ايتم في ايتم وفي اقدر اتكلم مع واحد. اوه هذا خوينا. من وين لازم نوصل اجل هنا؟ Pardon me, I was absorbed in thought. Oh, look at me, trapped like a rat. But you needn't worry. I've just been sitting here weighing my options. The moment has almost come. I just need a bit more time. Sure. My liberation requires a key. Okay. But the key is outside. Riddle for the ages. My liberation with the key. ما اقدر اعطيه واحد من المفاتيح. My... اوكي لازم نوصل للجهه المقابله. شلون؟ كيف؟ فيران خلصه. اوكي تمام. فيها بمك فيها طريق ثاني زين. اي لا هذه ما لك امل. شلون ننزل لتحت؟ نذبح الجاينت ولا خليه؟
في صوت بعد غير الجايد. في نار قريبة فوق هنا. هذه واحدة من ال قريبة. يا عموم الفيديو وصل حده، تدري شلون؟ قبل نذبح الجاهز، احنا خسرانين شيء. مست لا توقعت انه بيعطيني شيء له علاقة بال. طيب والعمل. My liberation requires a key. The key is outside. طيب. شوف ايش سالفة هالمشكلة. عادية ما في لا باب، ما في شيء، ما في شباك. والله اشوف شيء. بروبلم. المهم هو الفيديو خلاص وصل اكثر من نص ساعة الحين. بحاول احوس اشوف اذا حصلت طريق راح ابدا اسجل الفيديو اللي بعده. بس المهم يعطيكم العافيه على المتابعه، لايك وسبسكرايب، ونشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.